Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to Vlogmas. فيديو اليوم كتير سبيشل لأنه بينعمل مرة كل 4 سنين وهو الورد كاب تشالنج. ليتلي عم شوف بالسوبر ماركت تشيبس على طعمات من البلدان يلي مشاركة بهيدا الورد كاب. بس أنا ما بعرف شو هن البلدان يلي نازلين على هول التشيبسات وعلى أي طعمات نازلين. So challenge اليوم أنا نروح على سوبر ماركت أنا وأنتوني ونشتري هول التشيبسات بلا ما نقرأ أبدا 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 على الكيس لا لأي بلد ولا شو الطعمة تبعه ونشوف كمان شو في أشياء عن الورد كاب نشتريهم ويلا تعوا معنا. جينا على سوبر ماركت وحلو أنه كله مونديال. وين إسبانيا؟ Go Spain. وما حنقرأ ما هيك؟ ما حنقرأ. أنا رح جيب هيدا الأزرق والسيلفر، جيب أنت أخضر وأحمر بلا ما تشوف. أوكي شفتن على إنستا وين ما كان، يعني تكرمال نزمر إذا ربح فريقنا. جايز نحن رجعنا على البيت، هول هن الأغراض اللي جبناهم. طلعوا 4 كيس تشيبس يعني 4 طعمات، فاليوم رح نعمل تيستينج لأربع نكهات مختلفة، وتنعرف نميز أيهن قررنا نحطهم ب4 صحون، والكيس مبرومين صوبكم، سو أنا ما عم بقرا شو هن وأنتوني ما بيقشع عن بعيد. فقررنا نفضي كل كيس بصحن، وتنعرف كل كيس أي طعمة بالآخر. بكل صحن رح نحط شغلة، مثلا هون كيردون، هون سكر اسمر، هون سويت اند لو، وهون شاي. رح نحط وحده بكل صحن والثانيه رح تكون بالكيس اللي رح نفتحه تنعرف هيدا الفليفر اللي دقناها شو طلعت بالاخر. هيدا اول شيء. اصلي غمض عينيك. اوكي. هيدا سكر اسمر. ثاني شيء. هيدا كيردون. أول شي رح نفتح هيدا البوكس تنشوف شو فيها. فيك أنت تعملنا الأونر. yeah. أوكي. أوه عطرفل نايس. ما خصهم المونديال. إيه ما خصهم، بس إنه لأنه هون محطوط وورد كاب. شو هذا؟ طبلة وهون زمر. هيدي هي الطاولة في عليها الأربع تشيبس ونحن لترلي ما بنعرف أيهن شو وعلى شو. في البيرة تبع المونديال، أنا معي البرتغال وأنتوني معه الإنجليز. الإنجليز يي بلدك اللي أنت بتشجعه، مش رح نشرب لأنه بس شربتهم هيك. أنا إجمالا بشجع إيطاليا بس السنة مانون بالمونديال، فعم شجع إسبانيا. امبارح فليت دوماج رح كون مع البرازيل. بنقول كل اللي عليك تعمله انك تدوق. yeah. اوكي روق، بدك تجرب تعرف شو النكهات. اوكي واي بلد. جبنه، بصل، ثوم، فيها كثير بهارات كانه بيكن. انا بقول فيها شيء على لحمه، يعني بحس بيكن. ومين مشهور بالبيكن اي بلد؟ امريكا. بقول انه هيدا يو اس اي وفيها طعم البيكن، بلكي هي على هامبرجر او شيء. انا بقول السنغال. هاي ايطاليا. ايطاليا منن بالمونديال. شو اقول لك، كثير طعمة ايطاليا لو فيها هي صوص طماط. هل هل ترافل؟ ترافل بسنبس. لو ايطاليا بالمونديال كنت دغري قلت ايطاليا لانه في طعمة هيدا الفاين هيربس بقلبها، بس لانه منا بالمونديال واكثر شيء قريب على ايطاليا هو اسبانيا فلحط اسبانيا لهيدا. انا فرنسا. فرنسا ليه؟ هيك طعمة فرنسا.
بهيدا. وهلا لتاني صحنين بلشة باربيكيو. باربيكيو صوص. هيدا مين بيعمل باربيكيو صوص غير امريكا؟ وليه عم يجي بس براس امريكا؟ هي المانيا. اي انا هيك بقول المانيا. هيدا اطيب واحد لها. ايه خلاص المانيا. انت المانيا؟ المانيا. انا المانيا. واخر صحن شو هاد؟ مشروم. مشروم وطوم. او برازيل او انجلند. ليه انجلند؟ برازيل بس ما في طعمات. بس تعرف شو معه حق؟ لانه نوي ما يكونوا حاطين دعاية برازيل على الكياس، فانا كمان بقول برازيل. بس يمكن يكون ها او ها او ها. ايه بس نحن قررنا انه هيدا برازيل. ها برازيل يعني لازم يكون في برازيل بالموضوع. هذا بعد السكة رح نرجع نرد بس هون عم اطرحهم الاصلي. وهلا ترمي الحقيقة. هل هن الاكياس؟ اول شيء بأي واحد بدك تبلش؟ هيدا بأول واحد. نحن اول واحد يلي فيه كيس الشاي. بتذكر انا قلت انه يو اس اي لانه في طعمة لحمة، وانطوني قال سنغال. سو هلا رح نكتشف على شو. لقائك المرجاز. مرجاز الماني؟ لا ما انجلند. شايف العمل؟ اه. لتاني صحن يلي كان فيه السويت اند بلو، انا قلت ايطاليا وهو الفرنسا. شو طلع؟ فرنسا؟ فرنسا او هولندا؟ بريسكيتا فرنسا، بس بريسكيتا ايطالية يعني. يعني اثنيناتنا بس انا ربحت. لا ملك العالم. بس بريسكيتا ايطالية. ايه بس ايطاليا مش بالمونديال. واحد واحد. واحد واحد. لتالت صحن انا قلت المانيا، وانت شو قلت؟ بايبي كساس كمان المانيا. طيب كتير طلعت عدوتها. طلعت برازيل؟ لا عشو؟ باربيكيو. باربيكيو؟ لا برازيليان باربيكيو. اه برازيليان باربيكيو. النص علينا. نص علينا. انا اسواحة. ولا اخر صحن اتفقنا انا وياه على برازيل، بس عارفين انه خسرنا من هلا لانه ديجا فتحنا البرازيل. بس شو طلع؟ تبع السكر. المانيا. مش طعمة المانيا ابدا. ساسج. ساسج؟ ما طعمتها ساسج. اند ماسترد. ساسج اند ماسترد. بلا هلا استعطعمت. حتى لو ما جبنا سكرات مهم تسلينا كتير وان شاء الله. ما تليت. ان شاء الله انتم كمان تكونوا تسليتوا معنا. وهيك بيكون خلص هيدا الفيديو، خلص هيدا التشالنج. وانا بشوفكم بفيديو جديد بعد بكره. اهم شيء ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لاصحابكم، خليهم يحضروا. وباي جايز، بحبكم. باي. نصحت كتير ورح ضلني على شي جمعه كلهم. هو ليله معي. الاثنين اللي رح نفتحهم اليوم هن ناف وديس. رح نبلش بالناف. طلع لنا لبستيك من سيفورا، وهلا هيدا يعني السيزون تبع الريد ليبستيك، سو كثير يصفر. ولتن فيس ماسك على واتر ميلون.